وزوق مقابلة كبيرة، شو صار أول فريق الرجاء البيضاوي هذا الموسم؟ شو صار بينا على هذه المقابلة؟ السلام عليكم. اليوم الحمد لله طلع في بوين اللي كان سهلة، وجدوا الهدف اللي جاء في الدقيقة الأخيرة. الحمد لله كان نكون حضروا الديربي إن شاء الله تكون قوة إن شاء الله. مقابلة مهمة بالنسبة للمقابلة حتى أحد ضد الوداد، كيف غادي تستعدوا ليها لهذه المقابلة في الديربي؟ احنا أول خمس مرات في هذه المقابلة الحمد لله جلست على خير وجبنا خمس نقاط في الدوري. إن شاء الله الديربي الغالب راح يكون ماتش سعيد ينسير. ان شاء الله نكونوا في مستوى، ان شاء الله نقدموا اللي علينا باش نفوزوا في هذا المباراه. واش نقدروا نقولوا بانك كنت تتقلم مع الاجواء المغربيه؟ بيان سور، الحمد لله كيما شفتوا ان شاء الله نقدموا الاضافه للسنه فيها الجمهور. رساله اخيره للجمهور الرجاوي. تبارك الله. شكرا. اليوم من بعد مقابله كبيره وضربه جزاء في الدقيقه الاخيره. السلام عليكم. الحمد لله جاء انتصار هذا في لاتينيال مينيت في تفاصيل 80 مينيت. حنا نديرو الماتش، لعبنا كونتر ان ادفيرسير اللي يعرف يلعب الكره، عرف كيفاش يقلقنا في الهجمه تاع المرتده. الحمد لله عرفنا كيفاش نديرو الماتش، قعدنا كونسونطري. ان شاء الله هذه 3 بوين اللي حنخلونا باش نركزو الماتش تاع الديربي ان شاء الله. ابن غير الديربي الديربي شنو تقول له؟ 3 بوين في الديربي ان شاء الله. الديربي نعرفو كيفاش راح يكون، راح يتلعب على جزئيات صغار. ان شاء الله ما نسيو كونسونطري هاد لي 3 جو اللي قاعدين ان شاء الله باش نكونوا واجدين الماتش تاع الديربي. خصوصا ديجا نتوما كاليفيو بو الشامبيونز ليغ اي سامدي اخر تريت فورشون نيكا لو كور. Donc avec le contrat gagné, ça a été difficile. Dieu merci, on a tenu jusqu'à la dernière seconde. On a pu obtenir ce penalty et gagner le match. Déjà, c'est une bonne victoire qui nous relance déjà pour le prochain match de derby. Donc on espère continuer sur cette lancée. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.